السلام عليكم. كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرع سحر تلك اللغة. زيغريد هونكا المستشرقة الألمانية وهي تتغزل إعجابا باللغة العربية. أما العرب أنفسهم فهم في علاقتهم مع لغتهم في واد آخر، وهنا المسألة. نحو 1.5 مليار إنسان في المعمورة مرتبطون باللغة العربية ارتباطا روحيا، أكثر من ربعهم ينطقون بها كلغة أم، هذا فضلا عن أن هذه اللغة تحوي تراثا يكاد يكون الأثرى والأعرق بين أمم العالم. بالرغم من كل ذلك، فإن بعض خبراء اللغة يتحدث عن حال من الزهد باللغة العربية، وعن أن أبرز الزاهدين بها هم أبناؤها أو كثير منهم. كيف يتعامل العرب مع لغتهم اليوم، وما المكانة التي تحتلها بينهم؟ هذا سؤال حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ بهذه الكلمات عبر الشاعر حافظ إبراهيم عن الأزمة التي تواجهها اللغة العربية بعدما تخلى عنها بعض بنيها بدعوى عدم ملائمتها لتطورات العصر الحديث. أزمة تتبدى مظاهرها في غياب اللغة العربية السليمة عن كثير من جوانب الحياة العلمية والاجتماعية في المنطقة العربية، حيث نابت عن العربية الفصحى لهجات عامية تختلط فيها العربية بغيرها من اللغات الأجنبية التي انتشرت بفعل عقود عاشها العرب تحت نير الاحتلال الغربي، فأهمل التعليم وانتشرت الأمية وغابت محاولات تطوير اللغة إلا قليلا، حتى باتت العربية تكاد تنحصر في الشعر والأدب والعلوم الدينية الإسلامية. ومع نهاية عصر الاستعمار العسكري المباشر طفى على السطح مصطلح الغزو الثقافي، متزامنا مع تجدد مفهوم العولمة الذي يسعى إلى جعل العالم قرية إلكترونية صغيرة تترابط أجزاؤها عن طريق الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والقنوات التلفزيونية، بما يحقق نوعا من الثقافة والمفاهيم الحضارية العالمية السائدة، والتي ستكون بدورها متأثرة بثقافة الدول الكبرى التي تتحكم بموازين القوى العالمية. غير أن اللغة العربية على مدى تاريخها ورغم ما واجهته من تحديات استطاعت الحفاظ على أسسها الرصينة بعيدة عن التأثر المخل باللغات والثقافات المغايرة، بل كان لها الدور الأكبر في المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمعات العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، ومن ثم كان لها بالغ الأثر في التبادل الثقافي مع المجتمعات الإسلامية غير العربية، فقل أن تجد لغة في هذه المجتمعات لا تتضمن كثيرا من الكلمات والتراكيب المشتقة من اللغة العربية. وبحسب متخصصين، فإن الحفاظ على اللغة العربية تتمثل أولى خطواته في وضع البرامج والخطط لتعريب العلوم في الجامعات العربية، وكذا نشر الثقافة الإسلامية بوصفها وعاء حاملا للغة العربية. فهل نشهد تقدما قريبا في هذا الصدد؟ للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور علي أبو زيد رئيس جامعة دمشق سابقا، والأستاذ أيمن عبد الباقي عبر سكايب. سيكون معنا أيمن عبد الباقي الجبلي رئيس رابطة خريجي اللغة العربية في مرسين، على أن تنضم إلينا في وقت متأخر من هذه الحلقة الأستاذة لوليتا الحوراني الخبيرة في التقويم النفسي والدعم التربوي. أبدأ معك، أهلا بالجميع طبعا، أبدأ معك دكتور بشكل عام كمدخل إلى الحلقة، ما أهمية اللغة بالنسبة لأي شعب، والخصوصية هنا للغة العربية ما أهميتها؟ حياك الله أستاذ جهاد، وحيا الله الإخوة المشاهدين. أرجو أن تكون هذه الحلقة مخالفة لكل الحلقات والندوات والمؤتمرات التي حدثت عن للغة العربية وللحديث عن مشكلات اللغة العربية. عسى أن يكون بعض ممن يستمعون هذه الحلقة من أولي الحل والعقد الذين يكتشفون أنهم هم مهددون
بالكارثة إن لم يستوعبوا أن استهداف اللغة العربية هو استهداف للأمة. سنأتي على ذكر اللغة بشكل عام. اللغة بشكل عام هي وسيلة تواصل وتعارف بين جماعة بشرية فيما بينها وفيما بين ومع الآخرين. بمعنى آخر بصورة أوضح قليلا، الأمة أو اللغة بالنسبة لأي جماعة بشرية هي كالراية التي يرفعها الإنسان ليعرف عن نفسه وعن مكانه وكيف يتواصل مع الآخرين. يقول أنا هنا، فاللغة راية أنا هنا، ولذلك أهمية اللغة أن تبقى هذه الراية مرفوعة. فإذا نكست الراية أضعت مكانك، أضعت هويتك، أضعت انتماءك، وأصبحت كريشة في مهب الريح تقف على أي مكان. وهذا المكان قد يكون مكانا للنفايات، وقد يكون مكانا لا بأس به، ولكنك على الحالات كلها لن تكون في المكان الذي زرعت فيه وأردت أن تكون ممثلا له وحاملا له، حاملا لثقافته. اللغة ليست أصواتا ننطقها، هي الأصوات، ولكن الغاية من ذلك القيم التي يحملها الإنسان، تحملها هذه اللغة. نحن عندما نستخدم اللغة نستخدم القيم التي حملتها هذه اللغة، القيم التي تناقلتها من جيل إلى جيل، والتي أسستها أجيال الأمة متتابعة. فنقت القيم التي يعتز بها الإنسان ويريد أن يتمثلها وأن يتمثلها أبناؤه وأن ينقلها للآخرين مفتخرا بها. ذكرت مفردة مهمة دكتور، يعني تكلمت عن الأمة والراية. هنا ربما يعني أجدني مضطرا لأن أسألك ما نسبة إسهام اللغة في تشكيل الأمة كأمة وفي تشكيل وعي أفراد هذه الأمة؟ اللغة هي الأساس. كل الناس يقولون اللغة وعاء الفكر. فنحن عندما نستخدم اللغة، أي شعب من الشعوب كما نعتد بلغتنا الآخرون يعتدون بلغتهم أيضا. قد يكون للغتنا مزايا عن اللغات الأخرى، ولكن اللغة هي هذا الحاضن الذي يستطيع الإنسان من خلاله أولا أن يعبر عما في داخله، ثانيا أن ينقل ما في داخله إلى الآخرين يريد إيصاله إليهم. الأمر الآخر هو اللغة تدون للأجيال وللأمم، تدون نتاج هذه الجماعة البشرية. فكما أن الإنسان يعتد بنفسه، هذه اللغة هي المعبر الحقيقي عن تراثه. الآن لو شئنا أن نقرأ تراث الأمة، لو شئنا أن نستخبر التاريخ عن الأمة العربية، سنستخبره من خلال ما كتب هؤلاء الأجداد، سنستخبره طبعا عن طريق الآخرين، ولكن الأصل أن نستخبره، أن نتوارثه مما كتبه الآخرون. من هنا اللغة بقدر ما يكون أهلها أقوياء هي قوية. ولذلك أحيانا يقولون اللغة العربية ضعيفة، اللغة العربية ليست ضعيفة. الأمة تضعف فتضعف لغتها، الأمة تقوى فتقوى لغتها. مزية اللغة العربية أنها انتقلت من حالة البداوة التي يعبر بها أفراد القبائل، يعني هي لغة قبائل متباعدة لا يجمع فيما بينها في الغالب إلا الحروب. ومع ذلك لما جاء الإسلام ووحد هذه القبائل كلها، وانتقل العرب من حياة القبيلة إلى حياة الأمة إلى حياة الدولة، استطاعت هذه اللغة أن تحمل هذا، أن تتطور مع هذا الأمر. ولما توسعت الدولة العربية الإسلامية وامتدت شرقا إلى أواسط الصين وغربا إلى أواسط إلى جنوب فرنسا، استطاعت هذه اللغة أن تدمج الشعوب كلها فيما بينها. هناك أمر قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، اللغة العربية نحن نعتز بها على أنها لغة العرب، ولكنها هي لغة أمي، لغة أمة عقيدة. ولذلك كما تفضلت في البداية، هناك مليار وأزيد من 400 مليون لهم ارتباط روحي بهذه اللغة، وهذا الارتباط الروحي يجعلهم يتعلموا العربية. لما كانت الأمة قوية
اندمجت كل هؤلاء الشعوب، اندمج العربي بالفارسي بالتركي بكل شعوب العالم بالأمازيغي، كل هؤلاء لم يفرض عليهم لغة ولكنهم تخيروها، وأصبحت هذه اللغة لغة الحضارة وليست لغة العرب وحده. نحن اليوم نعتز ونعتد بكثير من علمائنا في جميع العلوم والفنون، ومعظمهم أو كثير منهم ليسوا من العرب، ولكنهم ألفوا وفكروا وعبروا وعلموا العالم أنواعا من المعارف، من الطب إلى الكيمياء إلى الفيزياء. الخوارزمي عربي اليوم، اللوغاريتميات هي الخوارزميات، وكذلك ابن زهر وغيره من كثير من علمائنا الذين نعتز بهم ونعتد بهم هم من غير العرب. فاللغة استطاعت، اللغة العربية استطاعت أن تستوعب حضارات وثقافات الأمم الأخرى والشعوب الأخرى، وصهرت بين الجميع وأصبح الجميع يتكلمون العربية. أستاذ جهاد، إلى أواسط إلى بداية القرن العشرين ثلثا الكرة الأرضية كان يكتب بالحرف العربي. نحن أمام لغة عظيمة، لكن هذه اللغة التي تتحدث عنها، عن اللغة العربية العظيمة وهي حاوية الفكر وهي موضوع الراية وتشكيل الأمة إلى آخره، نريد أن نحرر معنى اللغة هنا. هل هي اللغة البلاغة، النحو، الصرف، القواعد؟ يعني ما هي اللغة التي يعني لا ينبغي أن تضعف عند أبنائها؟ اللغة المنطوقة، واللغة المنطوقة لها ضوابط وشروط. وأنا الآن لا أريد أن أتحدث عن أميز بين العامية والفصحى. نحن أمام حالة ليست، أولاً العامية والفصحى ليست حالة خاصة باللغة العربية وحدها وليست حديثة، بل هي لها قدم. لكن عندما نتحدث عن اللغة، عن اللغة المعبرة، عن اللغة المكتوبة، عن اللغة التي سيقرأ في من خلالها الناس ويتعلمون منها، فاللغة العربية هذا المقصود فيها. أما الجوانب الأخرى، الصرف والبلاغة والنحو وما إلى ذلك، هي أدوات للتحسين أو أدوات يتخير منها المتحدث ما يشاء. ومن هنا يأتي التفاضل بين أديب وأديب وشاعر وشاعر ومتكلم ومتكلم وخطيب وخطيب. هذا استطاع أن يمتلك الأدوات كلها وأن يصوغها بأسلوب سهل مقبول، وذاك تقعر فيها وآخر ضعف فيها. عندما نتحدث عن اللغة بمفهومها، هي اللغة المكتوبة التي تؤرخ للإبداع وللعلم والمعرفة وما إلى ذلك. دعني أذهب إلى مارسين الآن. أصبح جاهزا معنا الأستاذ أيمن عبد الباقي الجبلي، رئيس رابطة خريجي اللغة العربية في مارسين. مرحبا بك أستاذ أيمن. يعني يتحدث الدكتور علي أبو زيد رئيس جامعة دمشق سابقا عن أهمية اللغة العربية بالنسبة لكونها أداة تدوين الفكر وأداة تشكيل الأمة وتشكيل وعي هذه الأمة واستخبار تاريخ هذه الأمة. السؤال هو، إلى أي مدى عرب اليوم إذا صح التعبير يمتلكون هذا الإدراك العميق والحقيقي لأهمية لغتهم العربية اليوم؟ حياك الله، تحياتي لك أستاذ جهاد وتحياتي للدكتور حلقة، حياكم الله. أهلا وسهلا. أستاذ الكريم، أؤكد على ما قاله الدكتور بأن اللغة العربية من أقدم اللغات، وفي أغلب الدراسات أنها أكثر لغة رشحة لأن تستمر ولأن تكون ذات ديمومة. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن مدى إدراك أهل اللغة العربية لأهمية اللغة العربية، يا سيدي الكريم، هم حقيقة ينقسمون إلى قسمين. قسم مدرك تماما ويعمل بكليته من أجل الحفاظ على هذه اللغة كونها مستوعب تاريخي وتحمل الحضارة وتنقلها من الماضي إلى الحاضر ونبني بها إن شاء الله المستقبل. وهناك قسم آخر يتجه نحو العولمة التي هي من أهم الخطورات التي تواجه اللغة العربية في وقتنا الراهن حقيقة. نعم، يعني أنت تتحدث عن قسمين، هذا ربما يكون موجودا في أي لغة، هناك فريق يدافع عنها وهناك فريق ربما يكون زاهدا فيها في أي مكان في العالم، لكن يعني
عندما أتسألك عن حال أو عن مدى إدراك العرب اليوم لغتهم الأم، أتكلم عن حالة عامة، عرب يعني نحو 400 مليون عربي بنخبهم ومثقفيهم وعلمائهم ومفكريهم، يعني ما مدى إدراكهم لأهمية اللغة ولخطورة التحديات التي تواجهها في هذا عصر العولمة؟ حقيقة سيدي الكريم، هم لا يدركون تماما معنى الخطر الذي يواجه هذه اللغة، لذلك لا يعملون بشكل جاد نحو إعادة إحياء اللغة العربية في نفوس أهلها. وهذا ما انطلقت به رابطتنا حينما بدأنا بهذه الفكرة، رابطة خريجي اللغة العربية في مرسين، انطلقنا من هذا الهم وهو إعادة إحياء اللغة العربية في نفوس أهلها للحفاظ على موروثنا واستطاعة متابعة هذا الموروث لكي نبني به مستقبلنا. العبارة الشهيرة تقول: ما ذلت لغة قوم إلا ذلوا وكان أمرهم إلى زوال. وما وصلت الحضارة العربية إلى ما وصلت إليه، وما كانت مصدرا لكافة العلوم وصدرتها للأمم الأخرى، إلا حين كان العرب يدركون تماما مدى أهمية حفاظهم على اللغة. أما الآن فنحن نواجه خطر اندثار هذه اللغة عند أهلها حقيقة، خاصة إذا تحدثنا عن بلد الاغتراب. فنحن أمام مشكلة حقيقية، وهي نشوء جيل عربي أمي حقيقة باللغة العربية. يعتقد الأهالي أن أبناءهم طالما يتكلمون اللغة العربية معهم باللغة المحكية باللهجات العامية التي هي إحدى أهم أشكال الغزو اللغوي للغة العربية، يعتقدون بأن هذا كافي. فهم لا يدركون تماما حقيقة أهمية حفظ اللغة العربية وتنقيتها من اللحن ومن الكلمات الأعجمية. هذه التحديات، أنت طبعا رئيس خريجي اللغة، رابطة خريجي اللغة العربية في تركيا، لا شك أنك تواجه تحديات. سنبحث هذا الأمر في شيء من التفصيل في مرحلة متقدمة من الحلقة. أعود مرة أخرى إليك دكتور علي. يعني تاريخ، لابد لفهم الحاضر من فهم التاريخ والعودة إليه قليلا. خلال حقبة الاستعمار التي ضربت المنطقة العربية، ربما بدءا من نابليون بونابرت وحملته الخطيرة على مصر، يعني وحتى كذلك الفرنسيون في المغرب العربي وبلاد الشام، وحتى الإنجليز في العراق والأردن، كان هناك مشاريع متعمدة لضرب اللغة العربية وإضعافها في نفوس أبنائها. ما بواعث هذا الاستهداف للغة العربية؟ يعني هذا سؤال مهم يجب علينا أن ندركه جميعا، سواء أحببنا اللغة العربية أم لم نحببها. أي أمة تريد أن تغزو أمة أخرى أو أن تسيطر عليها لا بد لها من اللغة. ولذلك بشكل عام اللغة مستهدفة عندما أمام الأعداء، ولا سيما أمام الأعداء الاستيطانيين أو الذين يريدون أن يكونوا استيطانيين، يعني مثل الجزائر، مثل الفرنسيين في الجزائر وفي معظم الدول العربية بشكل عام. أولا، استهداف اللغة من المستعمر استهداف معروف لدى الجميع، لأنك عندما تقضي على لغة قوم فإنك تستطيع أن تستدرجهم إلى قيمك وأفكارك ونموذجك وكل ما لك. اللغة لا توجد لغة بريئة، اللغة متحيزة لمن توجي مجتمعاتها. ولذلك أنت عندما تتعلم لغة قوم فإنك بلا شك ستدخل من خلال هذه اللغة إلى شيء من قيمهم، من تقاليدهم، من أعرافهم. فإذا طعنت شعبا من الشعوب بلغته وقضيت على هذه اللغة، استطعت أن تدخل إليه ما تريد، واستطعت أن تسيطر عليه وأن تفرض عليه ثقافتك ونموذجك وما شابه ذلك. هذا لأي لغة. فإذا كانت اللغة العربية فإن استهدافها أشد وأقسى، لأن اللغة العربية لا ترتبط بالعرب. قلنا قبل قليل ليست مشكلة اللغة العربية أنها لغة العرب، ولا سيما أن حالنا اليوم لا يرضي ولا يغري بنا عدو إلا بما نملك. ولكن اللغة العربية أكثر إرعاباً وأكثر إخافة لكل أعداء هذه الأمة ودين هذه الأمة. لماذا يعني؟ لأن هذه لغة دين، لغة عقيدة. اللغة العربية تجمع 1.5 مليار إنسان على هذه الكرة.
أي ربع سكان العالم تربط بينهم أيديولوجيا عقديا، تربط بهم فكريا وتربط بهم بينهم ثقافيا وتراثيا وقيميا. اليوم المسلم في كل أنحاء العالم، المسلم في كل أنحاء العالم يعرف هذا حلال وهذا حرام، قيمة، يعرف أن التجاوز الحد غير ممكن، يعرف أن السرقة كذا، يعرف النميمة، يعرف هذه قيم يعرفها العربي الناطق باللغة العربية، ويعرفها الإسباني الناطق باللغة المسلم، ويعرفها الروسي المسلم والأمريكي المسلم والأندونيسي المسلم. هذه قيم تورث يعني يتوارثها الناس من خلال الدين ولغة الدين. اليوم لا يجوز التعبد إلا باللغة العربية، وكثير من الناس يحبون أن يتعلموا هذه اللغة، وتعلم هذه اللغات سيجعلهم أقرب إلى أهلها، وإذا كانوا أكثر قربا من أهلها صاروا أكثر ألفة معهم وأكثر تعاونا معهم. وهذا الذي يسعى العالم مجتمعا لتفتيته والنيل منه. هنا أريد أن أسأل الأستاذ أيمن عبد الباقي في مرسين، يعني هذا تاريخيا، يعني الفرنسيون والإنجليز عندما غزوا هذه المنطقة حاولوا إضعاف اللغة العربية في نفوس أبنائها توطئة وتمهيدا للسيطرة الثقافية والفكرية والنفسية والحضارية على العرب. السؤال، هل اللغة العربية مستهدفة اليوم في هذا الوقت برأيك؟ نعم أستاذي الكريم، اللغة لا زالت مستهدفة لكن بغير أسلوب. إبان الاستعمار، مظاهر هذا الاستهداف، مظاهر هذا الاستهداف حينما جاء الاستعمار فرض بشكل مباشر وصريح إلغاء اللغة العربية والدراسة والقوانين وكل شيء بلغته. أما اليوم بعدما خرج من الأرض ترك وراءه آثاره الاستعمارية، إن كانت جغرافيا عبر الحدود، وإن كانت إضعاف اللغة العربية عن طريق نشر ثقافة اللهجات العامية وفصل كل دولة عن أخرى بلهجة خاصة بها. هذا وحده استهداف كبير وخطير جدا، من الخطورة بمكان، بحيث لا يتم التفاهم بين ابن المغرب وابن الشام وبين ابن اليمن مثلا وابن الجزائر. هناك صعوبة في التفاهم بين أبناء الوطن العربي بسبب انتشار اللهجات العامية الخاصة بكل دولة مختلفة عن الدول الأخرى. الرابط كما أكد فضيلة الدكتور، الرابط هو اللغة العربية الأم، وخصوصية الإسلام ونزول الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم بلغة العرب هي توحيد وهو دستور، وهذه الخصوصية تعد من أهم ما يميز اللغة العربية كلغة خالدة. لذلك علينا جميعا أن نعود لإحياء هذه اللغة، وأن نعود للحديث بهذه اللغة عبر برامجنا الإعلامية، عبر جميع وسائل التواصل الخاصة. هذا في موضوع الحلول لإعادة الاعتبار للغة العربية سنبحثه أيضا أستاذ أيمن. نعم. لكن أنت تحدثت عن استهداف اللغة العربية ما زال حتى اليوم، ولكن بأدوات أخرى، يعني حبذا لو تحدثنا عن هذه الأدوات كيف تتبدى لك؟ سيد الكريم، الأدوات أول ما تتبدى لنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي أو كل ما يستهدف الأطفال. الآن كثير من الصروح التعليمية للأسف تتفاخر بأنها تدرس المناهج التعليمية بغير اللغة العربية. هذا حينما يدعو أي طرح تعليمي لكي يأخذ أي كما يسمونه ترخيص من أي دولة أو أي جامعة، يشترطون تدريس لغتهم. هذا من أهم المظاهر التي تواجه الآن اللغة العربية وأخطرها. نعم، سنبحث أيضا هذا بشيء من التفصيل، لكن يجب أن نتوقف الآن مع فاصل قصير ولنا بعده عودة.
أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن حال اللغة العربية بين أبنائها. دكتور علي أبو زيد، يعني كيف ترصد لنا هذا عن الاستهداف، استهداف الغربي للغة العربية بسبب الصراع الحضاري، كيف ترصد حال اللغة العربية بين أبنائها؟ كيف يتعاملون معها؟ ما مكانتها في قلوبهم وفي عقولهم وعلى ألسنتهم؟ يبدو لي أن المشكلة الكبرى اليوم أصبحت في أبناء اللغة العربية وليس في أعدائها فقط. اليوم هناك كما تفضل الأستاذ أيمن، هناك استهداف للغة العربية. أنت عندما يستهدفك عدوك تستطيع أن تواجهه. عندما استهدف الفرنسيين الجزائريين وغيرهم من أهل البلاد العربية تصدى لهم الناس. عندما استهدف الإنجليز اللغة العربية في البلدان التي احتلوها تصدى لهم الناس، تمسكوا بهذه اللغة لأنهم يعرفون قيمتها. اليوم يبدو لي أن الذين يعرفون قيمة اللغة العربية وأهميتها ودلالات قوتها ودلالات ضعفها هم الفئة المستضعفة التي لا حول لها ولا قوة. أما البقية فهم الذين استهدفوا واستطاع الآخر، والآن وكلمة الآخر الآن على شمولها الآخر القريب والآخر البعيد، استطاع الآخر أن يجعلنا نزدري لغتنا وأن يجعلنا لا نهتم فيها ولا نهتم بالتعليم فيها ولا وجعل. كيف لا نهتم بالتعليم؟ يعني طيب، المدارس تعلم باللغة العربية في سوريا، تظن ذلك، في مصر، تظن في ذلك، نعم. تظن ذلك كيف دكتور؟ اليوم الناس يتبارون في جميع البلدان العربية إلى تسجيل أبناء المقتدر، وبعضهم ممن يستدين ليضعوا أبنائهم في المدارس العالمية ليتعلموا باللغة الإنجليزية. التعليم العالي حالات خاصة، لا ليست حالات خاصة. الآن اليوم في معظم البلدان العربية، وأنا أعرف ما أقول أستاذ جهاد، لما نقول حالات خاصة، أنت عندما تجد في المدارس الأجنبية عشرات الآلاف من أبنائنا يتعلمون من الحضانة إلى الثانوية إلى الجامعة، يتعلمون باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، وفي الغرب هي بالإنجليزية. هذه أجيال في يوم من الأيام ستستلم القيادة. بعض القادة الذين استلموا أماكن في البلدان العربية لا يحبون اللغة العربية ويحاربونها. كنت في أحد المؤتمرات، وقف وزير التربية وهو يشيد باللغة العربية ويدعو إليها، ولما خرجوا وانتهى المؤتمر جاء لي أحد الأصدقاء قال لي هذا الوزير من أشد أعداء اللغة العربية، لكن هو يعني يستغل الحالة الإعلامية لاهتمام الناس باللغة العربية. فحالة الازدراء موجودة، الضعف التعليمي، ازدراء معلم اللغة العربية تحديدا مقصود، تغيير المناهج. اليوم العالم يغير مناهجنا بأموالنا ويضع أفكاره بأموالنا ويزيل قيمنا وما نعتز به وما ندافع من أجله وما نحارب من أجله ونحن نطيع. وإذا طلب من سلطان من السلاطين أي قرار مما يعلي من شأن اللغة العربية لا تجده يدافع عن ذلك. اليوم لو سرت في أي عاصمة من عواصم البلدان العربية ستجد أن جميع المحلات أو معظمها ستجدها بالمكتوبة باللغات الأجنبية، وأحيانا يعرب الأجنبية فيكتب mother care بالعربي. هذا الكلام لا ما كنت تجده في سوق عربي، بل ها أن تجده في عاصمة أو في مدينة عربية. هذا من حالات المقاتلة، تجهيل الإعلاميين باللغة العربية. اليوم معظم القنوات ولا سيما القنوات التي يعني المحلية الأكثر الباحث عن الربح التي لا تحمل هما للأمة، معظم الإعلاميين فيها لا يجيدون اللغة العربية.
هذا جزء من محاربة اللغة العربية بين أهلها. الآن تجد كتاباً وأدباء ومفكرين وعلماء يدعون إلى التخلي عن اللغة العربية وأنها لغة قاصرة. القصور في عقولنا، القصور في هممنا، القصور في ضعف أمتنا، ليس القصور في اللغة العربية. الآن عندما لو تقوت الأمة لستجد أن لغتها قوية، أن لغتها قوية وأن لغتها قادرة على التفاعل مع كل هذا الذي يزعمونه أنه المصطلحات العلمية وما شابه ذلك، هي نوع من الفرية لا غير. أستاذ أيمن عبد الباقي، يعني هذا على مستوى حال الأمة العربية وحالها مع لغتها العربية، لكن ماذا عن النخب، سواء النخب الاجتماعية، النخب العلمية، النخب اللغوية؟ ما مدى اهتمامها باللغة العربية، علما أن السالفين من العرب أولوا هذه اللغة عناية فائقة واهتماما أقصى بهذه اللغة؟ كيف تصف اهتمام النخب الحالية الراهنة بلغة العرب؟ سيدي الكريم، النخب تهتم باللغة التي توصل نتائجهم. أنت ذكرت وتفضل الدكتور، حينما كان نتاجنا يقصد من باقي الأمم، حينما كان تأتي باقي الأمم إلى الدول العربية لتدرس العلوم باللغة العربية، كانت النخب تولي الاهتمام الأول للغة العربية، وكان شرطا أساسيا أن يلم الدارس باللغة العربية حتى يتلقى باقي العلوم، سواء كانت فلكية أو كيميائية أو طبية، والأمثلة في ذلك كثيرة وأستطيع أن أسرد لك الكثير منها. لكن الآن تهميش اللغة العربية وعدم الاهتمام بها أدى إلى توجه النخب التي تتحدث عنها إلى الإلمام باللغات الأخرى حتى يستطيعوا نشر نتاجهم. فإن لم يستطيعوا نشر نتاجهم باللغة العربية، من الطبيعي ألا يهتموا بذلك ويتوجهوا إلى لغات أخرى. وهنا يستحضرني حقيقة قول الشاعر الدكتور وائل عبد الرحمن حبنك الميداني عن دور اللغة العربية أو قديما، قال: قبل اكتشاف الغرب سر دوائه، أهدت دمشق الغرب سر العافية، أهدت إلى الدنيا سحابا لم يزل إما ينابيعا وإما ساقية، لو أنصفت هذه الحضارة أهلها لأتت إلى أسوار جلق جافية. حقيقة هذا الأمر، نحن العرب نحن من نشرنا الحضارة في كل الدنيا، لكن عندما هوجمت اللغة العربية بدأت النخب هذه تتوجه نحو اللغات الأخرى لتنشر نتاجها ولتحجز مكانا لها بين الأمم. نعم، يعني أنت تتحدث عن أيضا عزوف كثير من النخب عن اللغة العربية. أجدني كأنما ندور في حلقة مفرغة. أين تبدأ المشكلة؟ من المسؤول أساسا عن ما وصلت اللغة العربية إليه في يومنا هذا؟ نظريا الناس. كيف الناس؟ حقيقة أولو الأمر. لماذا؟ كيف ذا؟ اللغة العربية، أنا سأضرب مثلا بالتعليم في سوريا وما جرى فيه ليكون نموذجا يحتذى به أو يقاس عليه. لما كان الناس مهتمين باللغة العربية، وعندما أسس المعهد الطبي في دمشق عام 1903 الذي هو نواة جامعة دمشق، ثم أسس المعهد الحقوقي أيضا، لما أسس هذان المعهدان كان التعليم فيهما باللغة العربية. لما كان محمد علي باشا في مصر غيورا على الأمة وعلى شعبه، جاء بالعلماء من أوروبا وجاء بمترجمين ليترجموا باللغة العربية، أي كانوا يرون أن اللغة هي التي يجب أن نتمسك فيها. لما أنشئ مجمع اللغة العربية في دمشق، وهو أول مجمع في الوطن العربي، أسسه سبعة، بينهم واحد فقط مختص باللغة العربية، الشيخ عبد القادر المبارك رحمة الله عليه، والد أستاذنا الدكتور مازن مبارك، والباقي زراعي وطبيب وما شابه ذلك. هؤلاء كانوا يمتلكون اللغة فلم يجدوا فيها حيفا عندما أرادوا أن يعلموا الطب، ولم تكن حكرا على اللغويين. الشيخ عبد القادر المبارك أول من عرب الآن المصطلحات العسكرية في الوطن العربي كله من تعريب الشيخ عبد القادر المبارك. نعم. جاء التعليم الجامعي، وسوريا تعلم التعليم الجامعي باللغة العربية إلى يوم الناس هذا. أجرينا إحصائيات في يوم من الأيام،
الطلاب خريجو الجامعات السورية من الأطباء والمهندسين لهم التفوق في الدول الأوروبية، علما أن تعلمهم في جامعة دمشق وحلب كان باللغة العربية. إذن لما اهتمت الأمة بلغتها جاءت هذه اللغة ناصعة قوية. اليوم هذا المسؤول عن هذا التردي، أولا أولو الأمر أيا كانت مرتبتهم، وأنا أضرب مثالا آخر على هذه القضية وأرجو الاختصار. قضية سريعة، عام 2008 عقدت القمة العربية في دمشق، وكان أحد مقرراتها التمكين للغة العربية في البلدان العربية. نعم. بعد مضي عقد من الزمن أتحدى دولة من دول العربية أصدرت شيئا نافعا مهما في سبيل التمكين وهذا العربية. وهذا يقودنا إلى الحديث عن مدى امتلاك الإرادة، لكن قبل ذلك نريد أن نغطي الموضوع من منظور أو بعد آخر وهو البعد النفسي، وهنا أجدني مضطرا أو أرحب بالأستاذة لوليتا الحوراني خبيرة في القياس والتقويم النفسي التربوي. مرحبا بك أستاذة لوليتا. يعني كثير من الدراسات تتحدث عن أن لابد لكل طفل في العالم أن يتعلم على الأقل في المرحلة التأسيسية بلغته الأم، ماذا يعني ذلك نفسيا؟ السلام عليكم ورحمة الله أستاذي. وعليكم السلام، الخير لحضرتك ولجميع الضيوف. أهلا وسهلا. من المؤكد في البداية أن اللغة هي من أهم العوامل التي تحافظ على وحدة الأمة وتماسك المجتمع ونقل الحضارة والثقافة إلى الأجيال القادمة. وعندما يكون الحديث عن اللغة العربية فيكون هذا الحديث أكثر أهمية لما لها من قيمة وأهمية كبيرة، ولكن في الحقيقة اللغة العربية اليوم تتعرض للتآكل والاستشلال للأسف بسبب العديد من المتغيرات والمستجدات. فعلى سبيل المثال كما ذكر دكتور ضيف حضرتك، الآن في مشكلة كبيرة هي انتشار المدارس التي تتبع النظام التعليمي الثنائي اللغة أو ما يسمى التعليم المتعدد اللغات. في الواقع هذه الاستراتيجية لها العديد من الآثار السلبية نفسيا واجتماعيا على أطفالنا، حيث أن الدراسات أكدت أن إتقان اللغة الأم أولا وبشكل أساسي يعتبر هو الطريق الطبيعي الأكثر أمانا لإتقان اللغة الثانية أو اللغة الثالثة، حتى أن علماء اللغويات أكدوا على أن البرامج المدرسية التعليمية التي تتبنى أسلوب التعليم باللغة الأم ثم بلغة ثانية أجنبية فيما بعد أثبتت نجاحا ملحوظا وحققت نتائج إيجابية مهمة جدا، سواء على الصعيد النفسي أو الاجتماعي للطفل أو حتى على الصعيد التربوي. وأكدت الدراسات أن تعلم الطفل وامتلاكه للغته الأم بشكل متقن يساعده في توظيف قدراته ومهاراته التي اكتسبها في لغته الأم في تعلم لغة ثانية. لكن أستاذة لوليتا، أنت عملتي يعني مديرة لمدرسة وعملتي فترة طويلة يعني مساعدة مديرة، لك خبرة ميدانية في المدارس، لماذا تعزف المدارس العربية عن التعليم باللغة العربية الفصحى؟ وأرجو الاختصار معذرة. في الواقع يعني من خلال تجربتي في العمل بهذا المجال لاحظت انه الظروف التي يمر بها يعني تمر بها البلدان التي نعيش فيها حاليا هي يعني كانت سبب من اسباب ان المدارس لا تعتمد اللغه العربيه مثلا او تعتمد اللغه العربيه الفصحى في اعطاء الدروس. يمكن ان يعود ذلك الى مثلا عدم اختيار المعلم المناسب حسب الكفاءه او حسب معيار الشهاده او التخصص الجامعي المناسب. فمثلا تلاحظ ان هناك مثلا يعني استاذ خريج اقتصاد يعمل مدرس، هذا لا يمكن ان يكون متقن للغه العربيه بشكل جيد، بالاضافه الى عدم وجود او اخضاع المعلمين لدورات تاهيل مكثفه في هذا المجال، بالإضافة إلى مثلاً عدم اهتمام الأهل بتوجيه أبنائهم نحو الاهتمام باللغة العربية. لكن أستاذة لوليتا معذرة، يعني إذا ما تعلم الطفل أو تنشأ على لغة غير لغته الأم ونشأ علمياً، إلى أي مدى يمكن أن يقود ذلك الطفل إلى حالة من الاغتراب الثقافي إذا صح التعبير مستقبلاً؟ نعم، اللغة هي في الواقع ليست عبارة عن مفردات أو تراكيب نحوية فقط، بل هي عبارة عن وعاء ثقافي وعادات وقيم
لذلك الطفل عندما يتعلم ويتقن لغة غير لغته الأم يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل النفسية، إلى عديد من قلة الثقة بالنفس، عدم قدرة الطفل على التعامل مع المستجدات التي تتطلب وجوده في دولة عربية مثلا. نعم. يعني هذا يؤثر سلبا يعني بشكل كبير على الطفل، حتى المجال المعرفي للطفل لا يمكن أن يتطور إلا إذا كان بناؤه الأساسي بلغته الأم. حتى المجال المعرفي، نعم. المجال المعرفي يعني يحتاج الطفل في جميع مراحل حياته، فيجب أن يكون بناؤه الأساسي، يجب أن ننظر إلى التعليم، يجب أن ننظر إليه على أنه بناء يشبه الهرم. نحن يجب أن يكون لدينا قاعدة قوية بلغتنا الأم حتى تتحمل هذه القاعدة ما يبنى عليها لاحقا. نعم. يجب هذه الاستراتيجية أن تكون في البناء التعليمي. نعم، أشكرك سيدة لوليتا الحوراني الخبيرة في القياس والتقويم النفسي التربوي على هذه الإضافة في البعد النفسي. أبني على كلام السيدة لوليتا أستاذ أيمن عبد الباقي، يجب أن يكون لدينا قاعدة، من على من يقع عاتق مسؤولية حماية اللغة العربية في وقتنا الراهن برأيك؟ أستاذي الكريم، بالدرجة الأولى يقع أو تقع المسؤولية على أهل الاختصاص، وأنا أتكلم الآن بكل صراحة. ومن هذا الهم انطلقت رابطتنا، رابطة خريجي اللغة العربية في مرسين، ونسعى لتعميم تجربتنا على كافة المحافظات التركية. ربما نكون آخر جيل يحمل هذه اللغة لمن هم في بلد الاغتراب، وربما يعيش بعض أبطالنا تأكيدا لكلام أستاذ روليتا يعيشون حالة اغتراب عن اللغة وهم في البلدان العربية. أنا أعرف وانتشرت كثير من المقاطع، بعض الأطفال في الدول العربية لا يعرفون مثلا أسماء الحيوانات باللغة العربية، يعرفونها باللغة الإنجليزية فقط. المسؤولية في البداية تقع على أهل الاختصاص خريجي اللغة العربية، وعليهم فعلا أن يضعوا حجر الأساس للتأسيس لهذا الجيل الذي يجب أن يتعلم. ما هي الآلية؟ كيف يمكن أن يفعلوا ذلك؟ الآلية تكون بدراسة المناهج كافة، وتعديل ما يمكن تعديله، ووضع مناهج خاصة لمن هم في دول الاغتراب، مناهج يمكن أن تحقق الكفاية لهذا الطفل حتى يستطيع القراءة والكتابة لكي يفهم لغته الفهم الصحيح، ثم ينتقلون بعد ذلك لمحاولة نشر هذه اللغة عند غير الناطقين بها، وهو باب مهم وواسع جدا. نعم، يعني أنت كمقيم في تركيا، هل يعني ما طبيعة المشاكل التي يواجهها الطلاب العرب سواء في المرحلة الابتدائية أو حتى المرحلة الإعدادية فيما يتعلق بنطقهم وفهمهم باللغة العربية؟ أستاذي الكريم، منذ ما يقارب الشهر تقريبا كنت في إحدى المدارس. نحن في تركيا مثلا مراكز التعليم، المراكز السورية، مراكز التعليم المؤقتة أغلقت في بعض الولايات وستغلق في ولايات أخرى فيما يسمى بسياسة الدمج. في مرسين مثلا المراكز السورية المؤقتة أغلقت والطلاب ذهبوا إلى المدارس التركية. دخلت إلى صف لطلاب في الصف الثالث ممن تلقوا تعليما في الصف الأول والثاني، لم يستطع من أصل 15 طالبا لم يستطع ولا طالب أن يكتب فعلا ثلاثيا بصيغة الماضي صحيحا. هذه مشكلة كبيرة. يوجد بعض المدارس كما ذكر الدكتور، المدارس الدولية التي تركز على اللغة الثانية غير اللغة العربية، هذه مشكلة كبيرة. علينا أن نقوم بوضع مناهج جديدة تحقق الكفاية عند هذا الجيل الصاعد الذي سيلومنا وسيلومنا معه التاريخ أيضا. نعم دكتور، أختم معك دكتور علي أبو زيد، يعني يقول على الاختصاصيين، على أهل اللغة حماية هذه اللغة من خلال وضع مناهج، هل هناك إرادة موحدة وعزيمة على فعل ذلك من قبل أهل اللغة أنفسهم؟ يعني سأقول شيئا، الأستاذ أيمن تحدث عن مسؤولية أهل الاختصاص، هذا جزئيا صحيح. المسؤولية الكبرى على من يعني يسوس أهل الاختصاص، لا يريدون، نحن اتفقنا على أنهم لا يريدون. الآن أمام هذه الحالة نحن عندنا المشكلة، اليوم عندنا مشكلة مركبة، عندنا مشكلة المهجرين من بلدانهم. نعم. العربية. نعم. وعندنا مشكلة العرب المقيمين في بلدانهم العربية، كلهم حالهم سواء. الفرق بين هذا وذاك أن العربي في بلاده
يبحث عن لغة أخرى يتبهرج بها ويتفرنج من خلالها، وأن المهجر مضطر أن يتعلم لغة. حقيقة اليوم نحن، يعني أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ أيمن، أن معالجة وضع أبنائنا المهجرين مسؤوليتنا نحن، نحن كعرب، هذه مسؤولية علينا أن نسعى إليها ما استطعنا. لكن ينبغي حصر نطاق المسؤولية دكتور. من الذي يمكن أن يقوم بذلك؟ هي أعمال فردية. هل تستطيع أن تنشئ جمعية خيرية تجمع الأموال لهذا الأمر؟ لن تستطيع، لن نكون بصراحة مطلقة. اليوم أمام هذه الحالة الإرهابية العالمية ما تستطيع إلا أن تقوم بأعمال فردية. طيب معذرة دكتور، يعني بدلا أن نلعن الظلام فلنشعل شمعة في هذا الظلام. هذه الشمعة كما تفضل الأستاذ أيمن هي جهات خاصة، مجموعة من الناس يمكن أن ينشئوا قنوات، وأنا أدعو إلى ذلك، قنوات على الأنترنت على الشبكة لأبنائنا في أوروبا في العالم كله، يقدمون المعلومة، يقدمون شيء من هذا. أما المناهج وما سوى ذلك لا نستطيع أن نتدخل فيها لأنها في بلدان أخرى، وأما مناهجنا في البلدان العربية فلا حول لنا ولا قوة، لأنها مرهونة برضا الغرب. دكتور علي، أنت بحكم عملك وكنت رئيسا لجامعة دمشق وهي صرح علمي عريق عربيا، زرت مصر وزرت الدوحة وزرت دبي، من خلال خبرتك وتجربتك هل لمست لدى أهل الاختصاص، لدى الغيورين على اللغة العربية، لمست إرادة لفعل أمر ما؟ حقيقة ستجد من هؤلاء الكثير، ولكن كما قلت لك قبل قليل لا حول لهم ولا قوة، بل ما من أحد يستمع إليهم، علما أن فعل هؤلاء لتقوية اللغة هو جزء من تقوية السلطان. ما المطلوب لهم لكي يفعلوا مثلا؟ المطلوب ما قاله القدماء، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا جنبنا السلطان لا يريد أن يخدم. إذا جنبنا السلطان تبقى عمليات فردية ولا بد منها لكي تبقى السفينة. ستبقى السفينة. يعني أنت قلت جمعية خيرية، ماذا يمكن أن تفعل الجمعية الخيرية للغة العربية؟ ممكن إعداد برامج. على الآن الوسائل التواصل والشابكة أصبحت متاحة لكل أحد، يمكن من خلالها إعداد برامج في مجموعة من الناس يستطيعون أن يقدموا برامج يوصلونها أولا لأبنائنا المهجرين، وثانيا يستطيعون من خلالها إيصال هذه اللغة إلى غير العرب. فنحن أيضا مهتمون أن يتعلم غير العرب لغة العرب، حتى يعرفوا أخلاق العرب الحقيقية، حتى يعرفوا قيم العرب، حتى يعرفوا حضارة العرب الحقيقية. هذا الكلام نحن مسؤولون عنه، لكن جهدنا اليوم أستاذ أيمن فلنكن صريحين، اليوم ما ينفق على برنامج تلفزيوني أو ما ينفق دعاية لمشروب غازي أكثر مما ينفق على اللغة العربية من المحيط إلى الخليج. دعني أخدمك دكتور، هذا بسبب أن الآن منطق ربحي. هل استطعتم أن تقدموا اللغة العربية بطريقة تشجع المستثمرين أو أصحاب رؤوس الأموال على الربح في هذا المجال؟ إذا نظر إليك ابنك نظرة تاجر يريد أن يكسب منك، ما قيمته أمامك؟ إذا كنا سنتاجر بلغتنا التي خلقنا لنتحدث بها، التي اختارها رب العالمين لتكون لغة العالم أجمع، لأن العقيدة عقيدة عالمية، إذا كان رب العالمين اختار هذه اللغة لقبائل متناحرة لتكون لغة العالم أجمع، إذا نظرنا إلى اللغة على أنها لغة استثمارية، كم سنكون مخلصين لها؟ هذه اللغة يضحى من أجلها. أشكرك شكرا جزيلا، أدركنا الوقت. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي جميعا، الأستاذ الدكتور علي أبو زيد رئيس جامعة دمشق سابقا، وكان معنا عبر سكايب من مرسين أيمن عبد الباقي الجبلي رئيس رابطة خريجي اللغة العربية في مرسين، والشكر موصول للسيدة لوليد تحوراني الخبيرة في القياس والتقويم النفسي التربوي. كل الشكر لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، في أمان الله.